فرانسوا حبيت هذه السيارة كيف إنه هي مرة عالية، وحسيت إنه يمكن تشيل أغراض أكتر كمان. أنا قلت لك بالبداية السيارة هي حسب أنت شو بتحتاجي. بعطلة نهاية الأسبوع عندك هايكينج وبايكينج، هذه السيارة أكيد بتاخدك على المحلات لأنه مزودة بنظام دفع رباعي. بالظروف العادية نظام الدفع هو أمامي، ولكن لما يصير في أي انزلاء دغري بيتدخل نظام الدفع الرباعي وبيسيطر على السيارة. هلا اللي كنت كمان عم تقوليه كتير مهم، أنا حسيت عليك إنه بهذه السيارة وثقتي أكثر، صح ولا لا؟ حبيتها أكثر يا. هل تعتبر اقتصادية؟ مش قد الميغان. معدل استهلاك الوقود هو 9.1 لتر بكل 100 كيلومتر، يعني استهلاك من الوقود مقبول، يعني ما انه كثير عاطل. كم حيكون سعرها؟ هذه السيارة بأسواق الإمارات العربية المتحدة سعرها 81,785، يعني سعرها كمان فينا نقول مقبول نسبة للمنافسة، لأنه رينو كوليوس موجودة بقطاع من السيارات كثير المنافسة فيه قوية.